مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير حبيباتي. اليوم راح نعمل ماسك وكريم بنفس الوقت، يعني تقدرين تعتبرين ماسك مغذي للبشرة وكريم مغذي للبشرة. كتير حلو لو خليتي، يعني مش قادرة تحطين اي ماسك على وجهك وانتي تشتغلي بالدار، تقدرين تخليه لبشرتك وانتي يعني تسوين اعمال المنزلية وانتي بالبيت. وصفة كتير بسيطة وكتير سهلة ومواد موجودة ان شاء الله بالبيت. راح ناخذ تقريبا برتقالة واحدة، طيب، وتعصروها بالمعصرة او باي يعني شلون نقول الات عندكم انتم تقدرون تعصروها، احد ما سووها هيك. بعد ما تعصروها حبايبي شو بتعملوا؟ تحاولوا تصفوها. شوفوا انا صفيتها تقريبا 3 ملاعق، شوفوا هذا اللي طلع من عندها. خلاص يعني ما بدي اياه، صفيتها بس ما خليت لا مي ولا اي شيء، زي ما انتم شايفين تقريبا 3 ملاعق. راح ناخذ الرز المطحون. رز مطحون راح ناخذ تقريبا، كيف نسويه؟ نسويه كيف من نسويه، مهلبيه او شيء، ملعقه وسط، يعني حسب حبايبي احتمال نحتاج اكثر. راح نظل نخلط فيه، بس انتو تحطوه على حمام مائي، انا لاني حطيته على شمعة ما راح يأثر عندي، راح يصير بسرعة. راح نسويه مثل المهلبية، جامد يعني جامد مثل المهلبية. بحالة حبايبي شفت يعني شفتوا الملعقة الوسط ما كفت، تقدروا تزيدوا شوية من الرز المطحون، 3 ملاعق كبار جدا من العصير الفريش تبعت البرتقال، ملعقة وسط من الرز المطحون، زين، وتظلون تخلطون فيه حتى لو بحمام مائي او باي شيء انتو الوسيلة اللي انتو حابين تستعملوها. انا هون حابة استعملها هيك على الشمعة، بس هسه انا راح اسكر الفيديو وبس تصير معي راح اورجيكم اياه كيف راح يصير. وهي رجعت لكم حبايبي، زي ما شايفين كيف صار عندي، صار هيك عندي. طيب هسه راح اورجيكم كيف، يعني انا ما خليت غير الملعقه الوسط اللي قدامكم استعملتها. هسه راح اخلي حبايبي ملعقه صغيره جدا، يعني ملعقه صغيره جدا من جوز الهند، زيت جوز الهند، زين. انا حابه احط زيت جوز الهند معاها، لان زيت جوز الهند فصل الصيف كتير كويس للبشره، زين. ملعقه صغيره جدا، وراح تخلطوها زي ما انتم شايفين، راح نخلطها هيك كلها مع بعض. هسه شو راح نخلي لها حبايب؟ راح نخلي لها زي ما بدكم، تريدون تخلون النيفيا طيب، او تخلون العفو اذا عندكم كريم مال اطفال للاطفال كمان كتير كويس. طيب اذا كان نيفيا او كريم اطفال، شوفوا ملعقة صغيرة جدا، ما راح احط كثير، ملعقة صغيرة جدا من النيفيا، وراح اخلطها كلها مع بعض زي ما انتم شايفين. راح اخلط هاي المواد كلها هيك مع بعض، بحيث اريدها يعني تتجانس، ما بتضل كتل، تتجانس كلها مع بعض زي ما انتم شايفين. طلعوا، خلون ملعقة وسط اذا كان العفو، ملعقة صغيرة جدا من البازلين، العفو من النيفيا، اذا كانت النيفيا عندكم. بحالة ما عندكم نيفيا، اي كريم تبعت اطفال عندكم، اي كريم تبعت اطفال للاطفال اللي تستعملوه، زين. اللي ما عندها النيفيا تقدر كريم اطفال تخلي، بس اللي اريده حبايبي النيفيا او كريم اطفال شلون نقول، يتشرب هو كله مع بعض، يعني ما بيبين كتل. طيب كله هيك مع بعض. بعدها حبايبي اللي حابه تضيف له فيتامين اي، تقدر تضيف له فيتامين اي معاها، كتير حلوه هاي الوصفه لو استعملتوها. شلون نقول، هاي تكفي
حبايب مش كثير، يعني هذه لمدة أسبوع كامل، ما راح تبقى أكثر من أسبوع كامل، عشان هيك شفتوني سويت كمية كلش قليلة. هاي كثير حلوة الوصفة على فكرة للخوات اللي بشرتها كثير جافة، بشرتها كثير جافة. راح تخلوه حبايب هسه، أنا هيك هذه راح أسيبها زي ما انتم شايفين، وتدخل تحاولون حبايبي تحتفظوا فيها بالثلاجة. شوف انا هسه هيك، تحاولوا تخلوه كله هيك على وجهكم وانتم تقدرون تشتغلون. بس دائما حبايبي زي ما احكي لكم، لا تتقربوا على النار وانتم حاطين اي كريمات فيها او زيوت، تكونون حاطين زيت وتتقربوا على النار او تشتغلوا يعني بالمطبخ، بكون حرارة كلش قوية يعني مثل البخار قصدي، مو قصدي البيت يكون حار، لا يكون في بخار بالدار. اذا كان شلون العفو بخار تبعت الغاز او الطنجرة، او وانتو تطبخون يعني تقول اول فرن، ما بيصير حبايبي، لان هذا البخار مع الزيت مع الكريمات حتى مع المكياج حبايبي بيخلي الوجه يصير اسمر، يعني بالذات شلون نقول بيحرق الوجه حبايبي. هيك حبايبي انا خلصت الوصفة. بالنسبة لهذا الكريم حبايبي يبقى مدة 7 ايام بالضبط، 7 ايام، يوم السابع تستعمليه وتحاولي تتخلصي من العرق. يا ريت حبايبي تضيفوا له فيتامين اي، كتير حلو لو ضفتوا له فيتامين اي. بالنسبه للخوات اللي ما بتقدر تحط ماسكات كتير على وجهها وموظفه وما قادره وهيك، كتير كويس هذا الماسك او الكريم، كتير حلو للصبايا الصغار والى النساء الكبار بنفس الوقت، كتير كويس، كتير منيح شلون نقول للنساء اللي بشرتها كتير جافة بنفس الوقت. هيك حبايبي انا خلصت الفيديو، واللي حابة تطلع تطلع واللي حابة تبقى معايا لاني بدي اجاوب احدى الخوات على طلبت من عندي، وهاي الاخت انا صراحة كتير احبها، هي واخت ثانية طلبوا من عندي واقي الشمس. طيب انا حبايبي ان شاء الله بتسهيل الله راح اسوي لكم واقي الشمس، بس اكون معاكم كتير صادقة، الواقي الشمس اللي راح اسوي لكم اياه ما راح تقدروا تتعرضوا الى شمس كتير قوية، لان هذا الواقي الشمس اللي راح اسوي لكم اياه ما راح تقدروا اكثر من نصف ساعة تطلعوا فيه او بالكثير ساعة، لان حبايبي يكون من زيوت واي واقي شمس. رجاء حبايبي انا هذا ما اريدكم تسوون الواقي الشمس تبعتي اللي حطلع عشان ابعدكم ابعدكم عن باقي الخوات، لا، بس انا نصيحة لله، اي واقي شمس بيكون من مجموعة زيوت ينحط على الوجه وانتو تتعرضون على تنور، خواتي يخبزوا، خواتي كتير يطبخوا، خواتي كتير بيعملوا هيك شغلات وحاطة هاي الزيوت على، لأنها الزيوت صدقوني من تتعرضون فيها على حرارة راح تسمر الوجه. فأنا اللي أطلبه من عندكم اللي كتير تتعرض على الشمس أو تتعرض كثير يعني بتخبز أو كتير تطبخ كتير هذه ودرجة حرارة تتعرض إلها كلش قوية، أتمنى من عندكم خواتي تشتروا الواقي الشمس اللي ينباع بالصيدليات، لأن من الزيوت اللي إحنا أو أنا أو أي أخت تعمله تجون تخلوه على وجهكم وانتو بدون علم يعني بدون ما بتعرفوا، لانهم ما بيوضحوا لكم، صدقوني خواتي انا شخصيا مستحيل احطه على وجهي وانا بطبخ لانه بيسمر الوجه. فرجاء خواتي الله يخليكم، اي واقي شمس نداء مني لكم، بالذات اللي البنات اللي يسووه بالقنوات بيكون من الزيوت، لا تحطوا على بشرتكم وانتو تخبزوا او انتو بتطبخوا، بتكون يعني مباشرة البخار يجي على الوجه. الواقي الشمس اللي اكثر ترى على فكرة من الزيوت اكثر من نصف ساعة، صدقوني بعدها يحرق الشمس، لا غير الواقي اللي ينباع بالصيدليات، لا انا بشهد انه واقي شمس كتير منيح وكتير كويس، لانه يا حبايبي معمول يعني من شلون نقول من مواد حافظة كتير حلوة، بيساعد البشرة يعني ما بتسمر بسهولة.
هذا ندائي لكل الخوات، وكثير طلبوه من عندي بس انا ما بقدر حبايبي، والله ما بقدر اغشكم، عشان هيك ما اقدر اعمل لكم اشي وبعدين ما بينال رضاكم. هيك حبايبي انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى معكم حبايبي انه ينال رضاكم الماسك تبعت اليوم، ومع السلامة.